تعالوا بقى نستقبل معانا حد من نجمات هذا الفريق. هي ايه ما كانتش النجمه الاميز في الفريق يعني الحقيقه، كمان هي هدافه البطوله دي واحسن لاعبه في البطوله الحقيقه، ودايما ليها حضور سواء على منتخب على مستوى منتخب مصر او على مستوى النادي الاهلي. هي اسطوره من اساطير النادي الاهلي دلوقتي رغم صغر سنها يعني، وبنت اسطوره برضو من اساطير النادي الاهلي، اسم العيله كبير جدا. نروح لمداخله هاتفيه مع نادين السلعاوي نجمه فريق الاهلي لكره السله. اهلا بيك يا نادين. اهلا بيك. اولا ببارك لك. ربنا يخليكي. اولا ببارك لك طبعا على البطوله وعلى القابك انت الفرديه في البطوله كمان. الله يبارك لحضرتك، شكرا جدا والله. قولي لي بقى، المباراه بدات الكوارتر الاولاني واحنا ما كناش متقدمين، لكن طبعا انتوا عندكم من الخبره ما يكفي لان انتوا تتقدموا وتكسبوا البطوله بسهوله بعد كده. والله هو الماتش بدا فريق الجزيره يعني كانوا طمعانين قوي في البطوله دي عشان ده كان امل بالنسبه لهم الوحيد واسهل بطوله ليهم ان هم يقدروا يعني يفوزوا بيها السنه دي، عشان طبعا في منافس برضه قوي اللي هو فريق نادي سبورتنج. فهم تفوقوا فعلا علينا في الكوارتر الاولاني، بعدين الكوارتر الثاني برضه الماتش كان ماشي ايكول شويه، بس يعني احنا الحمد لله لعبنا باداء فعلا استثنائي متميز جدا في الكوارتر الثالث والرابع، يعني قدرنا ان احنا نخليهم يحطوا 7 بوينت بس. يعني كنا بنلعب اقصى جهدنا، كنا يعني ماسكين، حتى احنا دلوقتي بنلعب من غير محترفه، فهم كان عندهم محترفه متميزه، عرفنا نمسكها كويس قوي، وعرفنا يعني نقفل كل الطرق يعني ان هم يهجموا بينا. صراحه كابتن طارق نوع في ديفنس كتير جدا وعمل روتيشن بانواع الديفنس والاوفنس كتير، فالحمد لله تفوقنا يعني عليهم ببوينتس كتيره. طيب الفريق بتاعكم ما شاء الله، انت خبره ودينا عمرو خبره، في من الخبرات كتير اللي تخلي الشابات اللي معاكم تدوهم الخبره ان هو يعدوا مرحله لما تبقى خسران شوط وتكسب شوط، انتوا قلتوا ايه بقى بعيدا عن الجهاز الفني للمجموعه الصغيره اللي معاكم؟ والله احنا في الكوارتر الثالث قبل ما ننزل يعني احنا اتكلمنا على اساس ان احنا خلاص ده ماتش بطوله حياه او موت، كل واحده هو الكوتش كمان كابتن طارق مطلع ناس فعلا صغيره من فريق 18 معانا، فاتكلمنا على ان كل واحده لازم تنزل الملعب تأدي دورها اللي مطلوب منها من غير اي اوفر ستريس، لان احنا دايما يعني انا واحده من اللعيبه الكبار بكون لو انا في ظهركم لو في غلط حصل محدش يقلق، بس كل واحد يعمل دوره اللي هو متمرن عليه. فالحمد لله ده حصل والناس كان عندها ثقه عاليه جدا ان هي تفوز يعني، ويكون عندها ثقه بنفسها يعني ان هي تنزل تأدي في الديفنس وفي الاوفنس كويس جدا. طيب المرحله اللي جايه انتوا داخلين على دور السوبر على طول، وده البطوله الاقوى والاهم بالنسبه لكم. انتوا ما شاء الله في السنين اللي فاتت دايما متعودين على ان انتوا تحصدوا اكبر عدد من البطولات، يعني قولوا لي بقى بتجهزوا ازاي لبطوله السوبر، والجهاز الفني بيجهز اللعيبه نفسيا ازاي بعد بطوله القاهره او منطقه القاهره هتنتقلوا لبطوله السوبر على طول؟ احنا هنخش في الموضوع على طول زي ما بيقولوا يعني. ايوه لا هو احنا اصلا من بعد منطقه القاهره خدنا بس يومين اجازه ورجعنا نتمرن تاني، عندنا كنا مركزين في البدني قوي الفتره اللي فاتت تقريبا بنسبه 60% اكثر من الباسكت، واحنا لغايه دلوقتي الكوتش ماشي بالطريقه دي، هنرجع نتمرن تاني صبح وبالليل. هنبتدي ان شاء الله ماتشات عندنا هنلاعب ال 13 اللي هو فريق الطيران يوم الثلاث، وان شاء الله يعني هنبتدي من الثلاث نمشي بقى لغايه لما نلعب بروستات كتير، وبعدين نلعب برده هيكون في النص في ماتشات للكاس. بس طبعا بطوله الدوري السوبر يعني احنا حاجه فزنا بيها السنه اللي فاتت وان شاء الله يعني ما تخرجش برده من النادي الاهلي. طيب انت من اللعيبه اللي جربت تحترف وهي بتدرس بره يعني، جربتي الاحتراف وجربتي ان انت تنقلي ده لزمايلك في الفرقه. قولي لي كده دور اللعيبه اللي زيك في انها تنقل الثقافه بتاعه المحترفين وانها تحطهم بقى على تراك ان احنا بناكل بشكل معين وبنتمرن بشكل معين، خصوصا ان المدربين دلوقتي خصوصا في الباسكت عندنا ما شاء الله عليهم يعني كلهم عندهم حته ان احنا في ايام بنزود فيها بدني، ايام لازم ننام بشكل معين، انت نقلتي ده الثقافه بتاعه بره دي نقلتيها للفرقه ازاي؟ والله اكتر حاجه يعني ان احنا نحط في نغير المنتاليتي من فكره ان هو عادي جدا يكون في تمرين الصبح وفي تمرين بالليل وكمان في جيم، وكمان في جيم قبل الماتشات ولازم يكون في روتين معين اللي هو ايه ده انا هتمرن قبل الماتش، طب هتمرن ازاي قبل الماتش انا هكون تعبانه، بس بالعكس هو ما فيش حاجه اسمها كده، انت بتنزل للجيم جاهز اكتر وجسمك جاهز اكتر لو هو اتمرن الصبح او عمل تمرينه معينه. فبدات واحده واحده الحمد لله بقى لي كذا سنه بتكلم كفرقه وبالذات الصغيرين يعني بديهم ادفايس كتير جدا ان هم لازم تدي يعني، انت دلوقتي كلنا بنلعب لعيبه محترفه جدا فانت جسمك ده والمنتاليتي كل حاجه تستاهل اللي انت تحط وقت طويل جدا اللي انت تهتم بيه وفلوس وافورت وكل حاجه عشان تقدر اللي انت تكون متميز في اللعبه يعني.
الحقيقه ده باين. انا يعني انت وسوريا وكذا لعيبه من اللاعبات اللي هم عندهم عقليه احترافيه واحنا متابعينهم بشكل كويس جدا، باين تطويركم كمان لمجموعه الشابات اللي معاكم بقى اللي هم اصغر منكم. انتوا كلكم صغيرين بالمناسبه سنا يعني، بس انت عشان احترفتي عندك خبرات، بتلعبي في اكتر من منتخب 3 في 3 والمنتخب، فباين جدا بصمتكم الحقيقه والثقافه اللي انتوا ضفتوها لبقيه الفرقه الحقيقه يعني. الحمد لله والله، يعني بنحاول والله يعني كله عشان النادي الاهلي اكيد في المنتخب. طيب قولي لي، احنا كمان داخلين على بطوله كاس مصر كمان جنب دوري السوبر، وبرده فيها منافسه شرسه، الانديه اللي بتنافسنا كتير يعني، مجموعه الانديه اللي بتنافس في بطولات السيدات في الباسكت كتير، في سبورتنج، في الجزيره، في الاهلي، في كتير قوي بيتنافسوا. انت شايفه بقى المنافسه اللي جايه في بطوله كاس مصر وفي السوبر دي، الانديه الاصعب اللي هتقابلكم مين؟ انتوا مركزين لها ازاي؟ بطولتين في نفس الوقت او ثلاث بطولات في نفس الوقت، بتستعدوا لها كل ده، بتستعدوا له نفسيا ازاي مع اللعيبه الصغيره اللي معاكم؟ والله هو طبعا فرق كلها محترمه وفرق كلها كويسه جدا وكلهم بيشتغلوا على نفسهم، بس احنا ممكن نقول يعني ان المنافس الاقوى بالنسبه لنا هو فريق نادي سبورتنج. وللاسف يعني كان عندنا سوء حظ في اول السنه ان هم كسبونا في بطوله المرتبط، فاحنا من ساعتها بالعكس تحولنا تاني وبنشتغل على نفسنا كويس جدا، ومستنيين يعني اكتر وقت واكبر فرصه يعني ان هي تيجي ان احنا نقدر نلعبهم تاني ونرجع بالشكل يعني اللي احنا كنا معتادين عليه بتاع النادي الاهلي. فزي ما قلت لحضرتك في الاول، احنا مشغلين تمارين صبح وبالليل وبدني كتير الفتره دي، يمكن دي كانت حاجه ناقصانا في اول السنه شويه، فحتى شغالين عليها كفرقه دلوقتي عشان بس نبقى واقفين على رجلينا ان شاء الله يعني الشهور اللي جايه ان شاء الله. طبعا بنتمنى لك التوفيق انت وكل زمايلك، ويعني تطور كره السله للسيدات في مصر كان ليها اسباب كتير جدا، من ضمنها ان اللي زي نادين السلعاوي طلعوا نقلوا ثقافات واحترفوا ولعبوا بشكل مختلف وادوا بشكل مختلف، وبقى عندهم عقليه زي ما هي قالت مختلفه، فقدروا ينقلوها للاجيال اللي معاهم بعد كده يعني.